إذا السلام عليكم السيدي عبد السلام مع الناس. إذا مرة أخرى السلام عليكم، عواش مبارك، رمضان مبارك على الجميع. نسعد وأتشرف بحضور قامتين كبيرتين معنا اليوم في استديو عبر مباشر ديال 365 جريدة لاكورنيك، دائما بشراكة مع صفحة كورة 24. ومشكورين تقنيا حمزة وعثمان اللي واقفين معنا في رمضان ودور رمضان، تحية خاصة اليوم. تحية كذلك للسادة والأصدقاء واللي كيتابعوا معنا المباشرات. واليوم الحلقة الأولى من حلقات رمضان، رياضيون وأندية وأسماء من الرياضيون وأندية وملاعب من الذاكرة. والذاكرة اليوم مش غنبش في صفحة، غنفتحوا واحد الصفحة جميلة من التاريخ الجميل ديال الرياضة مدينة طنجة. طبعا غادي نشوفوا النوستالجيا ديال كرة القدم، الحنين إلى كرة القدم وفي الأجواء الرمضانية. أسعد كثيرا وكيسعدوا الإخوة معي في الطاقم ديال جريدة لاكورونيك 365 وفي صفحة كرة 24 بحضور هذه القامتين الكبيرتين، السي عبد العزيز منقيد المعروف على الأوسط في الأوسط الرياضية، السي عبد العزيز الريشة، السي الحاج السي عبد السلام الذهبي أحد الرجالات ديال المدينة. كنت نمشي معاه في الصيغة التربوية، غنمشيو معاه هنا الصيغة في الرياضة الممارسات ديالو، وإن كان ارتبط بفريق المعلمين ووصل ديك الفريق حتى نروح الوقت وصل حتى أنه خسر في مباراة السد باش يتأهل القسم الوطني الثاني بضربة الجزاء من الأندية اللي انقرضت، إلى جانب برونتو بوستا القرض الفلاحي بنك شعبي واحد مجموعة الأندية. رغم ذلك بقى هذا الفريق منقوش في الذاكرة الرياضية ديال مدينة طنجة وإن كان كذلك ديال المنطقة. أرحب بالسيدان السي عبد العزيز، مرحبا بك. وسماوك الريشة، أنت فنان صلى على النبي عليك في المجال الرياضي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنبارك لكم يعني شهر مبارك سعيد لكم ولجميع الأسر المغربية، كما كنبارك السي رشيد شهر فضيل. كنشكروا على هذه المجهودات الجبارة اللي كنتم. الشرف لنا السي عبد العزيز تكون معنا. في سبيل الرياضة في صفة عامة وكرة القدم في صفة خاصة في هذه المدينة العزيزة، وكنتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية إن شاء الله. شكرا سيدي عبد العزيز، الله يجازيك بخير. سي عبد السلام رمضان مبارك ونهار كبير هذا، ومن خلالكم كنحيي الأبناء ديالكم والأحفاد ديالكم وجميع الأحباء ديالكم إن شاء الله. شكرا سي رشيد، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بمناسبة شهر رمضان أتقدم بتحياتي للأمة الإسلامية جمعاء، طالبا من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء ويشفي مرضانا ويرحم موتانا، وهذا ما أقوله في سبيل الأمة الإسلامية جميعا. وشكرا السي عبد العزيز. وبعد أن ندخل مباشرة في الموضوع، غادي نتناسي مرة لأن كنتسألوا لماذا هاد الضيفان هادو، ضيفان عطاو الشيء الكثير، صبغوا ديك اللوحة الفنية ديال الرياضة ديالنا بواحد المجموعة ديال الأشياء اللي تعطات وعطيتوها وضحيتوا كنعرفكم بوقتكم بمالكم، ولكن التجربة ديالكم بجوج كتقاسموا واحد جوج د الحاجات، لأن كنتوا كتشوفوا تختاروا اللاعبية وكتختاروا الناس اللي مربيين والناس اللي شوية لأن في المستوى الدراسي ديالهم أسبقتوا الدراسة والرياضة اللي كيتغنى بها اليوم العالم. هذا هو على جملكم. كذلك يحز في نفسي وفي قلبي وحتى في جوارحي أننا ملي كنشوف ناس ما تكرموش من هذه القيمة، بالمقابل كنشوفوا ناس اللي عندهم يومين ثلاث أيام في الكرة يشاد بهم ويتكلم. السي عبد العزيز رمضان معك مباشرة بالحي اللي انطلقت منه. واش غادي نقول لك، كل بحال كل واحد اللي كيلعب كرة في المغرب دائما كيلعب كيبدا يلعب في الحومة. الحومة إلا عندهم شي حومة. شمن حومة بالضبط؟ حومة الرياض. حومة الرياض. حومة الرياض مصلى، كانت عندنا واحد الغرسة تما كنسميوها غرسة اليهودي. فيها كنا كنلعبوا، من تما طلع واحد اللاعب كبير كاتب طنجة هنايا هو مصطفى بخت.
سي مصطفى. سي مصطفى بخات. تحية سي مصطفى. تحية سي مصطفى من هذا المنبر. والجيل ديالو اللي كان في النهضة كذلك. اللي كانوا في النهضة كاملين هذو كاملين. سي مصطفى حمادي كذلك وما نساوهش. تلقى خاصة بهذه الغرسة هذه اللي كنهضر لك عليها أنا تما تعلم سي مصطفى يلعب كورة. سي مصطفى بخات. واش الحومة دغيات الدخلة اللي غتخرج بير مسوس تما كان تما كان كامبو. تما كان واحد كامبو صغير كنت كنسميوها الغرسة اليهودي تما كنا كنلعبو. كنقيلو نهار نلعبو تما. صباح حتى العشيه ملي كانت الدراسه اولا ما كاين العطله اولا الصيف اولا هادي تما كنقيلوا نلعبوا ما كنهضر من بعد هنا كنتوسعوا ملي بدينا كنتوسعوا بدينا كنمشيو لكامبو تسوباسطا كنمشيو لكامبو د العواد اي باش يعرفوا الدراري كامبو د تسوباسطا هو فين كاين دابا قهوه 100 100 كامبو تسوباسطا لا جا يا اخا هذاك كان كامبو ديال هو لاصق لاصق في تسوباسطا دابا فين عاملين في عاملين ديك السي ديال جماريك ديال ديال فين كي كاريز في كاريزيو كيعملو كاريزاسيون دابا تما كانت سواسطا هادي ديال بلدية مبروك كاسين تما تما كانت سواسطا كانت واحد الحفرة كبيرة تما كنا كنلعبو فيها من بعد بدينا كنمشيو كامبود العواد فين امانديز دابا ايوا هو اللي في قواد ميامي في الحاودة تما فين كاين قواد ميامي في الطهر ديالها كامبود العواد تما كان واحد كامبو كليسيا كليسيا كانوا تما جوج كامبوس واحد الباسكت واحد الفوتبول صغير صغير ورا كنا كنلعبوا خمسه مع خمسه كنت واحد كان واحد كامبو بغرض ديالو اسبانيا عاد كنا كنقولوا له كامبو الشجره اه هذوك الكامبوس اللي كنا غير كاين ديال اسبانيا باش الجيل معنا اليوم منهم هذا التقديم باش يعرفوا هو الرياض ساحه المدينه ديك الهابطه بحال غادي تا هو الولايه ديال الامن هذاك هو في كاين على ماشي الماليه هذاك هو في كاين البنك الشعبي البنك الشعبي هو ديال ريو دو اسبانيا الشعبي هو ديال اسبانيا دابا من بعد بدينا كنتوسعوا شويه بدينا كنطلعوا كامبو ايبيريا كامبو دو رومانوس فين مدرسه محمد مسجد محمد الخامس محمد الخامس دابا انت فاش حد كامبو زفتينا الساحه تاع عزيز ايبيريا كامبو توتا توتا هو في كاين دابا مركز التكوين ديال الاساسي الاساسي صافي تماما قبل القنصليه ديك انا داك كانت قنصليه امريكا فين في كاين الجهه صافي كاين الجهه دابا من بعد هنا كنهودوا كامبو دو الواد العشابه من بعد دار كامبو الشريف بالضبط بالضبط السي عبد العزيز كنعرفك الذاكره عندك قويه شويه 66 66 باش تاكدها لي وسلام لي المعلومات اللي عندي هي اللي بغينا هنا 1966 بدا كامبو الشريف وحنايا من الاوائل اللي لعبنا في كامبو الشريف وعاد غنجيو نهاديك وغادي نشوف السيدي عبد السلام حتى هو غادي يقول لنا السيدي عبد السلام البدايه كيفاش جات والحي وديك الطفوله ديالك اللي لعبتي فيها الكره وقيلا يكون حكيتي عن لطفي والسينيزار بالنسبه لي الهدف ديالي لما كان بدايه كنت في الحي في القصبه حتى انا ولد القصبه وكنا بدينا كره كنلعبوها فين اما بلايا ولا بلايا اولا في مرشان في الحلبطه حلفتها كان بود الشجار الرياض اولا الملعب ديال فين كيدو ديك الاطفال اللي هما تسمي في قدام الحومه ديال درادب بلا ماشي درادب ديال منار الجهه ديال سكايتو لا ربي قصبة بحال باش طلعنا درد منبهي تمام اذا في كاين دابا تاع مع الشباب والرياضه كنا كنقولوا احنا الشباب هذيك الساعات كانوا كيديو لينا الدراري يعني تما كنا كنلعبوا اليوم مازال تبع دابا مؤسسه تبع مندوبيه الشباب والرياضه هي تما هذيك اللي كنا إن عندنا بلايا كنا اولا في المرشان الشباب هذيك الساعه كان عندها هذيك الشباب هذيك الساعه كان عندها كامبو كان عندها واحد كيف كانت تاسست القصبه نحن باقيين ولد القصبه كنا كنجيو من تما معاهم لان القصبه كانت كدرب تما نادي القصبه نادي القصبه تما القصبه وحنا كنا كنجيو حتى بما ان حنا محبين ديالنا كنتبعوهم كنا باقيين صغارين وهذيك الساعه القصبه كان فيها تاخر شويه تاخر عاود مع السي تمسامالي هي كان تاخر هي تاخر هذوك القدامين نفس الطريقه كانوا معاهم ثم في البدايه ديالي انا ديك الساعات جيت مرشان جيت كنلعب كرة ديت أنا والصديق ديالي مشينا المرشان ملعب ديال نادي المرشان تما دخلنا عندهم بس تفيتشا معاهم
ولكن ماشي بزاف قوس مع ما فهم. ثم انتقلت الى بارد ولا بوسطه. بوسطه اييه كان مدرب عن السلام سلام الله يرحمه سلام العيساوي با سلام مسكين الله يرحمه سلام هو اللي كان. وقبل منه كان بوسطه روخا روخا كان هذاك هو اللي كنا في الاول بدايه. ثم ما لعبت تعاود ما بزاف كملتي ما انتقلت حاليا قصار لان قلت الوظيفه بحالي تعيد في قصار. في قصار كنا واحد الفريق تما في قصار ديال رجال التعليم ولكن كنا كنلعبوا في شكل اربع قصار وجوج العرايس كنا كنلعبوا ديك المقابلات حبيه. بعد لما انتقلت الى طنجه في 65 من طنجه اتصلنا بعض الاخوان بس نكون فريق ديال رجال التعليم ولكن يلعب قسم وطني الثالث. لا ماشي با زعما كما اسسنا حنا جمعيه هذه غير بعض المعلمين اتت عملنا ما يسمى بدخلنا في البطوله المهنيه كانت بلديه كانت سكعتولو العام سكعتولو البوستا حتى هي كانت شركه وكانت مرسى نادي المينا الظاهره ديال الشركات مؤسسات والشركات فابريكات الشكاير كان عندهم واحد كل فريق معنا كان الحسني والله يرحمه الله يرحمه استاذ التربيه البدنيه وحسن الشهير وبعد الاخوان الاصدقاء ديالنا ابراهيم خروبي الاخوان كان تما بدينا في الاول كنلعبوا وبقى لك بقات ديك الفرقه هذيك وغادي نجيو غنجيو للمعلمين بصفه رسميه باقي غادي نجيو غادي نجي عند السي عبد العزيز اللي كتقول له السي عبد العزيز ما كيتش برا كيتلف ما كيعرفش تقول له السي عبد العزيز الريشه كيفاش ترتبط بهذا الفرق وزيد صححنا بعض المعلومات لان يمكن شي مره يمكن نخطا ويمكن معلومه خديناها الريشه واش هي النصر واش كيفاش تاسس فريق كيفاش تاسس فريق وخذ خذ راحتك السي عبد العزيز وعاد عطيني شي اسماء اللي باقين عندك في الذاكره ديال الدراري. الريشه ما عندها حتى شي علاقه بالناصر عندك بالخفه والسرعه عندك الريشه. انا ملي كنت صغير بالحومه كنا كنلعبوا الجري التحرير بالحومه وكنا كنجريو على بعضياتنا ودائما كنبقى انا الاخراني خصهم يجبروني صافي انا الاخرين فهمتي كيقول لنا دابا باقي الريشه هو اللي خصنا نجبرو هو ديك الخفه وديك الشيء لقموني الدراري بالحومه الريشه صافي بقات هذيك الريشه. اما النصر انا اسس دائما النصر. شمن سنه بالضبط السي عبد العزيز؟ النصر انا قلت لك النصر بدينا كنلعبوا معوطين شويش جاب ديك 65 64 بدينا كنلعبوا بلايا كنلعبوا مع امراح مع جنا قبطان مع الدراري دبارود فهمتي كنلعبوا كامبيونات الصغار ولكن ما كناش كنعملوا شي حاجه دائما ديك الدراري بلايا كانوا كي اف بلايا هما ديالهم كانوا كيغلبونا ولكن انا قلت ملي جا كامبو تشريف ديك الساعه نيتك النصر انطلقت تلقات رجع عندنا فرقه مزيانه كنغلبوا كنلعبوا كره مزيانه ودراري مزيانين كي ظهروا من جمله اللعابه اللي كانوا ديك الساعه نيتك احمد بدوي اللي كان عندنا بورتيرو حارس تحيه السي احمد ديما معنا في البرنامج يعني ولوا احنا الاولانيين اللي لعب معنا احمد بدوي من عندنا انطلق زياده على احمد بدوي كاين واحد المجموعه اللي نحسب لك كاين بخات مصطفى كاين مجيد بودره الله يرحمه الله يرحمه كاين شريف العروسي سيدي احمد الله يرحمه الله يرحمه ثلاثه شعلة اسماء جبتي وهذا باش نترحموا عليهم اليوم فهاد المناسبه رمضان الفضيل للشريف العروسي الله يرحمه سيدي احمد ومجيد بودره زعما قامت هاد اللاعبين والله يجازيك بخير فكرتينا اليوم فيهم وهذا هو الهدف من البرنامج هما هنا هاد الاسماء وهاد الناس هادو انا الشريف العروسي تشوفوا واقف واقف قال له بحال عبد التراخي شي واحد قال له هذا كيلعب جاو لعبوا معاهم هنايا وشافوا في بارديلو مع النهضه قال له هذا كيلعب بالتراخي زعما كيلعب السيد ديك اللعب ديالو ديك الاناقه ديال ماشي جبد لك انا زياده على هذا الشيء ماشي جبد لك العربي بورات الله يرحمه الله يرحمه حتى هو دابا السي عبد العزيز اللي غايشوفك هيدا غادي يقولوا هذا شحال في العمر ديالو شحال دابا في العمر السي عبد العزيز الله يطول لك في العمر ويخليك لوليداتك ولعائلتك 67 سنه 67 صلى على النبي ما يسال عربي بورات احمد برخاني
المهم صلاة كاملة كانت عندك صلاة كاملة صلاة كاملة يعني دريت مصلاة كاملة مصلاة كاملة زيادة على عشان يجي الآخر مراهم وجي الآخر عشان فيهم هذاك أنور مجيد أنور مجيد اللي ديال المدرسة أمريكا اللي هو هذاك يعتبر بعدا وقيل على الصعيد العالمي من الناس ديال الأبحاث اللي معروفين عالميا وشرفنا أن احنا في مدينة طنجة عندنا هذاك الملعب هذاك مصلى دابا أنا كنا وين مصلى كنت أسف علاش كنت أسف كنشوف كيفاش مصلى كيفاش كانت في الوقت اللي كانوا الدراري كيلعبوا الكرة حاول ملي كتقول منا كتقول الدراري اللي كيلعبوا الكرة أولا كيهضروا على الكرة أولا كيعدلوا شي برديدو ولا شي حاجة دابا ملي كتعود مصلى كتبر مصلى يعني الدراري غير جالسين مع الحيوط اللي كيشري اللي كيبيع اللي كي ما بقاش هادشي تقمشه تأسف كنتأسف كنقول شوف مصلى كيف رجعت دابا الدراري غادي يعملوا واحد الجمعيه ديال كرة القدم ديال القدماء لاعبي المصلى يعني بغاو يجمعوا شي ملعبيه ولا يشاركوا تا ويدخلوا تا هما احنا موجودين نساعدوهم نوقفوا معاهم ونعاودوا كل شيء ديالهم ودفعوا المسائل ديالهم وقبلوهم ولكن المشكل هو الكامبو ما كاينش مدينه طنجه كامله فيها الملاعب ديال القرب كل شيء وكاين المشكل ديال الوعاء العقاري في مصلى دابا هذا هو المشكل ولكن مصلى ما فيهاش ملعب القرب فين غيلعبوا انا كنقول لهم دابا انتم كونتوا الجمعيه وقبلوكم ودفعتوا الملف ديالكم وقبلوكم وكذا ولكن بغيت ترينا حسننا غير تجدد ان شاء الله حسننا حسننا دخلت في الاصلاحات الكبرى ديال الشباب دابا اللي كاين هو هذا انا يعني في 67 كنعقل 66 اول بارتي اللي لعبنا عليها بالكامبو تشريف ونقول لك شحال تخلصنا ديال الكامبو زيد مزيان هذه المعلومات هذه النوستالجيا هذه خلصنا درهم درهم للفرقه هذا الكامبيوناتو لا غير بارتي مستوصف شريف مسكين الله يرحمه درهم للكامبو جود فرقة جود دراهم هو كي صفرنا فيها الحكم فيها كل شيء فيها كل شيء كنا لعبنا بارتيتو الاولين تما مع امرح من المدينة كان اللي كان عندهم الترياضور ديالهم واحد ولد مسمي السعيد ها هو مشى بحالو خرج على برا خرج مشى بحالو هذا كيما كانت نضال اسبانيول مشى بحالو عند اسبانيا كيعيطوا له مونيوس كنسميه مونيوس ديال برشلونة مونيوس وخليك السي عبد العزيز هنا انا واش وقتيني باش انا ما نسيوش باقي كيفاش كنتي كتعمل هاد الناس هادو كدير كتسيرهم وتا سيدي عبد السلام كنعرفوا الارتباط ديالك بالكره مدينه طنجه ترتبط فقد المعلمين اللي ديال القسم الوطني الثالث واللي كانوا فيها حتى هي عطات واحد مجموعه ديال اللاعبين انا باقي كنتذكر الحدادي اللي مشى عبد اللطيف اعتقد ولا الاخ ديالو كي عبد اللطيف هو اللي كان واحد من محمد ولكن عبد اللطيف هو اللي وصلنا لاتحاد طنجه كان الحارس وقيل المدن وقيل الحارس جوج كان سا بن عمار ولا شي واحد استاذ باقي كنعقل ولكن ورياغلي كان ورياغلي ولكن ورياغلي ولكن اللي زيد تذكر بزاف هو انه ديك القيمه كانت الصفه ديال المعلم في الكامبو وعلى برا هذا هو كيف جات تأسيس هذا النادي هذا؟ النادي ديال رجال التعليم تأسست في 1972 خوان اللي هضرت معكم قبيلة تعليم بأن كنا اتفقنا بأن خصنا نأسسوا الفريق كتبنا الرسالة من دوب لوزارة التربية الوطنية ديك الساعة كان في تيتوان كان سي في طنجة طنجة تابعة لتيتوان كانت التعليم كتبنا رسالة وجاوبنا منذ بأن أعطانا بأن تأسسوا هذا الفريق وفعلا عملنا جامع العام مدرسة ديال بيري اللي هي دابا طريق بن زياد تما عملنا في 72 جامع العام وكان حضر ديك ساعتك المفتش كلام هو أقومي سي محمد أقومي الله يرحمه هذا الشهر المبارك أسسنا فريق هذا ترأس فيها هو أستاذ محمد مفرج هو اللي كان رئيس ديالها هذيك السنة 1972 بدينا بقي ما انخرطنا لحد الآن 72 غير أسسنا الفريق بدينا كنقوموا بمقابلة الجمعي بعد العناصر تعملوا مباريات مباريات هذيك الشكل ديال الانتر ديال الكلاس ديال التربيه بين الاقسام نجمعوا بعض الاقسام وكنحاولوا نعملوا مقابلات حبيه وكنخسروا ديك الساعه كنقوموا باختيار
بعد الملاعب. شكون اللي شكون اللي كيشرف على هذه العمليه ديال انتخاب المنتخب ديال اللاعب؟ كان ديك الساعه حسن العشيري حتى هو، وكان عيطوا له وريغلي الله يرحمه مجيدو 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 استاذ التربيه في مجيدو الله يرحمه الله يرحمه. وكان وكان ديك الساعه ديك العباس ديال بن مكاده سي عباس سي عباس مات هو الله يرحمه الله، كان استاذ ديال الفرونسي وكان عاد طلع وكان المدرب ديالنا بدايه وكنا كندربوا واللي هو اللي لعب مع الحسنيه المرحوم حتى هو عاود ترحموا عليه في هذا في هذا النهار، لان حنا كنجبدوا شي اسماء اللي دابا ما انا ما كانش في بالي ان عباس لعب مع مع المعلمين، كان الارتباط ديالو دائما بالحسنيه ديال المدرب وكنا كندربوا في برادال وكان كيدربنا بالليل، وكنا ديك الساعه بما ان رجال التعليم مستعملين سي العباد ضفنا حتى حنايا دخل عملنا بدايه باش نبداو حتى حنايا معاهم، بغيت تما تنجمعوا التشكيله المناسبه العناصر اللي يمكن لا ندخلوا بها للعصبه. وفي 75 1975 حال طلبنا انخراط في العصبه 1975 1975 وقع لنا اجتماع العصبه، كان ديك الساعه الاجتماع العام كان ديك الساعه رئيس حسن السعيدي وكان كاتب العام كان جاح الله يرحمه الله يرحمه اليوم سمعنا مع الفرق مع رؤساء الفرق جيت انا مع الرئيس العصبه المهم بداو كيقراو ديك الساعه التقرير التقرير العام ديال العصبه وكان قنجاح هو الله يرحمه هو اللي كان كيقرا باللغه الفرنسيه. المهم تكمل التقرير دخل الرئيس ديالنا فرز سعيدي قال له ودي انا ما فهمت والو في التقرير كيفاش ما فهمت والو، قال له انت كتعرف فرنسيه الرئيس ديالنا قال له انت كتعرف انت كتقول لي انا ما فهمتش اذا انت انا ما فهمتش اذا كيفاش التقرير كيكون بالفرنسيه والسلطه ديالنا الدستور العربي الدستور ديالنا العربيه هذه هذه تاريخيا الحقيقه كنسجلها هنا في التاريخ بان رئيس بعداني العصبه يقول بواحد اللغه الفرنسيه وحنا جميع يحتم مراسلات انا عندي عندي شي وثائق بابا محمد السوسي الله يرحمه دريس مرابط دريس مرابط بروتون خويا سي عبد السلام القصري لان الاسماء حتلم هادو اهرام سيدي عبد السلام وهذاك الوقت هذوك اللي كانت الكره الكره بصح وهاد الناس هادو واش كانوا قراوها سيدي عبد السلام ولا هي البركه لان الحج الحج ديال اللي كنا نقولوا الحج ديال العالم الصلاة على النبي كانوا دا هي في التسيير وفي التدريب وعاد في حاشية أخرى وعاد الروح الرياضية اللي كانت بينات رابح خاسر ضحك مع راسو وجالسين مع بعضيتو عمي الحاج حتى قلت هو اللي كيضحك ديال العالم ضحك مسكين يلعبوا مع الأبشي أو الأغلب أو المغربي المهم فهو كي بعداني كي كيجمع بعض العناصر اللي كتلعب معاه كانت كرة صراحة هما لعبوا الكرة هو دريس دريس الله يرحمه دريس المرابط معروف في الأوسط أبا دريس كان شراتو الهلال 20 البسيطات من واحد الفرقه السميه ديالو تنسات واحد الفرقه ولكن عندي مدونه ولكن تليفونيكا ولا تليفون شي فرقه ومشى لعب معاهم ب 20 وحافظ حافظ ان الهلال اللي تاسست 1925 لعب سيد الدور باش بقى حتى دابا هذا الاسماء انا كنقولوا نحيي السي محمد الصمادي لان دائما كنثيروا هذا الموضوع هذا الاسماء على الاقل تعطينا هاد الملاعب قرب ما يبقاش ياد لان نعمل شي حاجه تذكر باش نحفزوا هاد الناس يعطيو شي حاجه. وانت كتشوف دابا في العالم وقت العالم تيكون سد التربيه البدنيه كان لعب معاه كان لعب معاه وكان ديك الساعات كيمشي مورا حتى الرباط باش يجيبو باش يلعب معاه. الانسان اسماء اسماء وهذا جيت كملنا السي عبد السلام ديك الساعات العام اللي انخرطتوا في العصبه؟ في العصبه في 75 75 كانت تشكيله واجده تشكيله شنو كانت المهمه ديالك انت مع ديك المكتب؟ انا المهمه ديالك كنت كاتب كاتب عام كاتب العام ديال الجمعيه وهي المهمه هي هي اللي كنت فيها
واحد الصوره ديالك واحد شفتها واحد السيد وعدني غادي يصيفطها لي شي اربعه بكم واقفين في الشتاء وجلالب وديك التربه على شاكله المغفور لها محمد الخامس واحد الصوره رائعه غير صدفه لا انا جاتني ديك الصوره جاتني ديك الصوره واقفين شي خمسه بكم وخذ ديك الولد قال لي قال والله تنصيفطها ولكن ما صيفطهاش سيدي لان احنا هذا هو الهدف الحمد لله والكاتب العام باش تعمل كاتب العام الكاتب العام كيعملوا غير مرحوم قنجع بقى هو اب ديال الكتاب العامون ديال المغرب سي عبد العزيز قلت لي البطوله الاولى تقدر تذكرنا بديك الانديه اللي كانوا منافسين ودخل معاك شويه في ديك رمضان كيفاش كان كيكون قديم نقدر نجبد لك البطوله الاولانيه البطولة اللي بديناها هي البطولة اللي كان نظمها سي أستاذ حديدش سي أحمد حديدش سي أحمد حديدش الله يطول له في العمر الله يطول له في العمر وكان سلموا عليه من هذا المنبر واحد الإنجليزي كان ساكن تما في ديك العمارة اللي حدا الكامبوت شريف السبكة التحتانية السبكة التحتانية جاب واحد الكوبا كوبا كبيرة كبيرة تقريبا قد إلى جابوها حتى تاهن الشريف تاهن الشريف قال له يعملوا شي تورنوا على هاد على هاد على هاد على هاد الكوب هادي شو العقليه الساعه و ما ديك الساعه ديك الشريف عيط لحديدش ولا تفاهم مع حديدش ما عرفتش انا كيفاش جا حديدش حديدش جا صبروا ديك الكوبا جمع الفرقات جمع ثمانيه الفرق ديك الكوبا كانت داتا ديك العام بافلوري هي اللي داتا الفرق اللي كانوا مشاركين الاولانيه بافلوري الثانيه اولمبيك كان كي كان ديال حميد الحليب حميد مغوغي عرفته كان مع معروف كيعيطوا له حميد الحليب ايوا الثالثين حمايطوش حنودي حميدو الرابعين حنايا النصر الخمسين بني مكاده الستين بوسطة السبعين بصالح والثمانين الأطلس تبارك الله عليك والله يحفظك ودي سيد عبد العزيز الذاكرة باقة وعاد نزيد واحد الحاجة سيد عبد العزيز باش نذكر الناس بديتي في 66 في بطولة رسمية وقبل في أمراح مع بلايا وكملتي في فوتبول صالح حسنونة الله يحفظك ماشي خصك يعملوا لك سميتك في الملعب خصنا نعملوا لك تيمتال في المصلى سعد عبد العزيز لان شوف وحنا هضرنا كنا انا وبنيته ديالك قالت لي هو ديما كيعاود لي ولكن كان جا ولاد المصلى وعملنا لك واحد الالتفاته هذا على الاقل الجواد كيعرفوا بعضهم اللي قال اخوه وهذا الانسان شوف انا كنقول لهم دائما هضر رياضيا فيهم جوج الانواع كاين اللي خصك تدعمه ماديا وشفنا الدائره اللي دازت مؤخرا ديال الجمال وكاين اللي خصك تردوش واحد شويه ديال السي لان دابا السي الذهبي اليوم اعتقد الحفايد ديالو غادي يمشيو اليوم غادي غيبقاو يقولوا له حكينا الله تماما زيد السي عبد العزيز الشامبيون هذه اللي لعبنا غادي نصحح واحد الحاجه اللي قالها مره اخرى حديث تفضل قال لك كان مشارك معنا شي فرقه ديال الاسبانيول قال كان فهاد الشامبيون هذه كان مشاركه معنا شي فرقه ديال الاسبانيول ما كان مره ما شاركتش معنا حنا كانوا ديالنا كاملين كانوا ديالنا وانا اللي قلت لك هذا كوبا تاع الانجليزي كوبا ما هذاك الانجليزي ما جاش اي حتى كوبا زعما باش يشجع الدراري على الرياضه الانجليزي هو اللي جابها وعطاها ودتها بافلوري فينال اولمبيك مع بافلوري اولمبيك كان كيخصها غير ليمباتي كانت شامبيونه ماشي شامبيونه النقط بقاو في الراس بافلوري في اولمبيك في الراس بافلوري الثانيه اولمبيك خصها غير ليمباتي ليمباتي تدي كوبا بارتي بريمير تيمبو كامل وما غالبين بواحد زيرو سيكوندو تيمبو بافلوري باترولوم وجداهم الثاني الفرقه اللي كانت عندك كنتي انت المدرب ديالها وكتلعب كنلعب كنت كنلعب ومع انا المدرب ديالها ورئيس وكلشي فيا الله يعطيك الصحة ودير سي عبد العزيز كلشي انا كنجمع الحوايج انا كنديهم الدار نصبنهم انا كنجيبهم انا كنفتش على الدراري فينهم ما بالحقش زعما كل مرة مجموعة لا المجموعة اللي بدينا بها كنبداو بها الاول هي التصاور الكراتي التصاور وكلشي ما كاينش غير تبقى تبدل بالملعب لا ما كاينش السيمانه هذه لعبنا الليغا وسهلا لا الليغا اللي عنده شي اللي ماشي ليسونسي ما يلعبش وفي ميديا وغير كنتو كتعطيوهم شويه يبدلوا والو ما كاين لا تبديل لا والو
مره خلاتي نفسي قد لك حديدات في الليل كل سيمانه كان كيجينا رابور مكتوب والاعلان في القهاوي والرابور مكتوب ستانسير تكون في الراس تكون ثاني تكون عنده ترخيط الرخص تكون عنده السفراش ما بقاوش ثلاثه اربعه سيمانه ما بقاوش ثلاثه اربعه نهار ثلاثه كيجيك الرابور هذه زمان عمري ما نساها الحديدات استاذ حديدات يعني اي ديك الشيء اللي كان منظم انا كنقول تبات الساعه هذه ديك هذه العصبه اللي كاين وهذه ما قدرتش نعمل ديك الشيء هذاك اللي كان عامل حديدات عبد الله هو هذا لان البدايه لان وتحسب له تاريخيا حتى هو كدافل هو عنده بزاف ديال التاريخ وغادي نحسب له غنمشي عند السي عبد السلام قبل ما نمشي عنده نزيد نكملوا معاه في ديك التاريخ ديال المعلمين السي عبد السلام واش لعبتي الكره في ديك الوقت اللي ما كانوش كيعملوا الشونجمون لا لا كلاعب مع اساسنا الفريق لا الساعة دخل ديك اللعب الشوط دخلوا مع العناصر اللي فيترناهم فهمتي وعندنا حيت كنا منطقة جوج عندنا السنيور وعندنا الجونيور فهمتي بان جمعنا لان ديك ساعتك جبنا المدرب كان ديك ساعتك بجيوي سي عبد القادر الله يذكره بخير طول الله في العمر هذه عاود جديده ما فرصناش السي بجيوي يدرب المعلمين عاود حتى هو مسكين دربنا الله يجزيه بخير كنشكرو وقلال الناس اللي كيعرفوا ان السي عبد القادر بجيوي اول مغربي اللي درب في اسبانيا ما كندربش شي فرقه في سيبيا شي فرقه غير ملي كنمشي حتى شي فرقه صغيره هو في التصريح ديالو كيقولها وكل شيء كنت في سيبيا في سيبيا ملي كنمشى وبغا يتفيتر مع بيتيز ولكن كنمشى لهم قال لهم توصل نمر سعد عيط لهم قال لهم الوالد ما انت كتعرف وهذه الاسماء هما السيد عبد السلام العام اللي وقعت وصلتوا فيه الباراج بارت وصلنا في 86 86 كيفاش كان ديك العام بالنسبه لكم العام كان حقيقه كنا في واحد المستوى مزيان لان كنا حققنا النتائج لا في الذهاب ولا في الاياب اصبحنا وصلنا في الرتبه الاولى شكون اللي كان منافسين سيدي عبد السلام المنافسين كان قصر كبير وكانوا العراجيين فهمتي حتى هما كانوا ضدنا وكاين عاود كاين الوداد هنايا فرق العالم لان هادو كانوا ساعتك في المجموعه ديالنا واه 86 باش تلعب باراج راه كره 86 كنعرفوا الاوج ديال كره القدم المغربيه كانت حتى في البطوله ديال الهوات هو اللي عطى ديك المنتخب 86 لان كان ديك ساعتك كاتيجوري دوزيام ديفيزيون خصك بي كاين ا ولا بي آه. كانت باش تطلع غير تطلع المجموعه الباء عاد تطلع والباء كانوا فيها اربعه عاد تطلع عندك لان تغيرت وهذيك المقابله لعبناها في العرايس باراس في العرايس ضد القصر ونعزمنا نادي القصري نادي القصري ولكن الحمد لله بضربات الجزاء وصلنا بعداني هزمتو بضربات الجزاء وصلنا بعداني باراس هذا هو المهم لا هو هذا مهم هذه الفرقه هذه الساعه وقت الوهابي هذه الفرقه سي عبد السلام كتفتح لنا المجال باش نهضروا على البطولات اللي كانوا ديال المؤسسات وديال الشركات ما بقاوش هاد الانديه لا هادو ما بقاوش انما وهادو اضافه لكره القدم ديالنا بالنسبه للتعليم حنا نقول لك هاد المؤسسات تاسست في العهد اللي كنا حنايا في 72 تاسست الجمعيه ديال رجال التعليم ما كانتش وهاد الظروف هادو كان ماشي غير ديال الرياضه كانت الثقافه لا تاسست واحد الفرقه ديال النيابه ولطفي كيعرفها وكنا كنلعبوا فيها ديال السي احمد غنيمي الله يرحمه ولكن ما لعبتش في البطوله كانت كتنشط الدوريات كينشطوا هو كان هو ديك الساعه الله يرحمه كان معاه في الفرقه المدرب كان ديال الشبان كان هو اللي كان قابل الشبان فهمتي ديال الفريق ولكن احنا اللي كنا الفريق هو لما كان عندنا جيوز حقيقه هي هذه وصلنا لما وصلنا عاود المدرب ديال القلعي عاود الله يرحمه سي احمد سي عاتق حتى هو دربنا حتى هو كان عاود معنا محمد القلعي ولكن هو محمد عاتق القلعي الله يرحمه كان استاذ التربيه البدنيه ودرب حتى ذلك النهضه ولاعب ديفيسا سنترال مع التنخير مع البوليس هو لا اسم كبير صلاه على النبي عليه لان سيدي عبد السلام وهاد الفرقه كان عندها شي دعم من المديريه ديك الساعه المندوبيه مزيان هذا هو النقطه هذه مزيان هاد الدعم كان لما دخل عملنا الرئيس في 79 اخور
اي واحد المفتيش اللي هو عبد السلام الشرقاوي هو من الجديده كان عندنا كان مفتيش مساعد ديال الفرنسيه ولما اسسنا الفريق جددنا الفريق دخل هو الرئيس ولما دخل هو الرئيس ساعتك دخل عند النائب وكان دريس بناني سيدريس هو اللي كان نائب التعليم واتصل به دخل به بعدين من المقابلة قال لك ودي قوموا بالواجب ديالكم عملوا مذكرا للمديرين ديال المؤسسات وطلبوا لهم المساعدة وفعلا هذا الرئيس هذا بما انه بحكم انه هو مفتش ضغط شويه ضغط معنوي يقولوا عمل مذكره تاع المدير يقول له مفتش عاون الفرقه عمل بانه كيطلبوا له المساعده من الجمعيه مزيان هذه مساعده شهريه كما قلنا له تما اي شحال ما كان يعطي فعلا كاين اللي كيعطي 10 ديك الوقت 10 درهم شهريا 20 درهم ولكن مزيان جميع المؤسسات أقل مزيان كانت حقيقة كنا كان زمرو بيس المصاريف العدانين وثانيا بعد لما نسحب هو هذا وصيف ثلاث سنين معنا ولكن واحد النقطة اللي هو بس خرج منا هو قبل بالعمل ديالو واحد المراقبة واحد واحد رجل التعليم المؤسسة لأن هذا دوره مهم هو مفتش أنا مفهم أي سيعمل الوزير ديالو من ناحية التربية ما دخلنا عند التربية ما كتعرف ربما ناقص الوثائق ولا شيء هذا تاتي نقطة مثلا نعمل هو هذيك ساعتك ساعد النقابة كيشكي بالمفتش كيقول بالمفتش أنا ما ساعدتش الجمعية ورئيس الجمعية ما ساعدتش حسين عمل لي هالنقطة هو هذيك ساعتك قدم استقالة مسكين الرئيس قال يا سي عبد السلام شوفوا الرئيس ديالكم اخر كان حقيقة أولا يعمل ماشي من ناحية أولا كيعمل دروس مجانيا لأبناء ديال رجال التعليم مجاني دعم يعمل ثم الدعم المفتدين الاساتذه اللي بغاو ترقاو ديالنا ترقاو ثم عاود الدعم بالنسبه للمعلمين اللي بغا التفتيش مباراه ديال التكوين مفتشين عملناهم في المؤسسات كانت عندنا مدرسه ديال طارق بن زياد ومدرسه ديال الزرقطوني كانوا تما عندنا الاساتذه اللي كيعملوا هذا التكوين الاساسيه اللي بغى التفتيش او اللي بغى الدعم او حتى الطلبه اللي بغوا البكالوريا عاود كاين عاود مؤسس الاساسيه اللي كيعاونوهم في الدار سي عبد السلام اللي غنقول لك هنيئا لكم انكم عشتم الزمن الجميل ديال الرياضه وديال التعليم الحمد لله وهذا والله يزيد في النعم هذا سيدي عبد العزيز حنا كنعرفوا مدينه طنجه في رمضان مرتبطه كيقولوا ثلاثة الأشياء بالعبادة والتعبد هذه كنعرفوها كأبناء مدينة طنجة الفجر والجوامع والأحزاب ترتال هذه لا ينقص ما يزول لنا حتى شي حد الحالة الأخرى الدراري بحر القصبة والصيادة والعماية والدورية الدرامادة شي دوري درامادان باقي راسخ في الذاكرة سي عبد العزيز غادي نقول لك أنا الدورية الدرامادان من اللي بداو الدوريه ديال رمضان انا كنت مشيت حالي جا محمد عشوشه بدا كينظم ديك الدوريه ديال رمضان انا كنت مشيت حالي لحقاش بديت كنخدم في 73 دخلت لواحد الشركه خدام فيها ومع ذلك كنت باقي كنمارس كنا كتعقل حتى فوتبول صاله كنا حتى فوتبول صاله انا في الثمانينات ولعبنا معك سيدي عبد العزيز ولكن في 83 84 جوج ملي جوج ما وقتش صافي كمبيوتر وقتي كنصابرو نكذب يعني اولا ما بقاش كيعجبني ديك الجو واخا كانوا بارديزوس كبارين وكان قبل بزاف ديال الحاجات ما بقيتش كنوصل للكامب صافي ولكن كنا ردينك عبر فوتبول صاله فوتبول صاله
هذا عاد غنجيو لديك فوتبول صاله. ما كنتش كتفرج تفرغ ما دام ما كنتش كتفرج سي عبد العزيز لان كنعرفو ماشي بزاف ماشي بزاف تفرج مره كنت كنهود تما كنوقف تما اذا مع شي جراء ولا شي حاجه بوحدي كنتفرج شي بارتي دو سيده ولا شي حاجه ما كنمشي بحال حيت ما ديك الشيء اللي كنت كنشوف تما ما كانش كيعجبني على حسب الكره اللي لعبت انا تما والكوز تما وكذا ما ماشي هي اللي كنشوف كتبدل بدات كتبان الاشياء كتغير وكاين وتصدع شويه ونقولوها بصراحه لان في بدايه الثمانينات طنجه بدات كتغير الانتشار ديال المخدرات كانت عندنا عيب قبل ديك الشيء ان تشوف شي واحد كيكمي بدات الناس كتفتخر سيدي عبد السلام شي ذاكره في رمضان الكريم بقى مرسخه لك الشيء ديال الدوريات وديال وشي مباراه ديالكم ديال المعلمين لا اولا قبل هذا الموضوع اللي زدنا تفضل اللي كاين هو تاسس بدلنا الرئيس قلنا دخل ديك ساعتك سي عبد السلام العشيري رحمه الله وطلب منا بان خصنا نغيروا الاسم ديال رجال التعليم ما ان ما بقاوش كاين كيما رسول كيما رسولنا وعطوا المساعده خصنا ضروري نلغيو التعليم ونخليو غير الجمعيه الرياضيه والثقافيه بالضبط هذا وفعلا باش كنا كندخلوا كنجلبوا حتى بعد اطور اخرى اللي هي خارج التعليم كيتعزز بها نتعزوا بها لا بالمساعده ولا حتى هما اذا كان عندهم شي مناصب اخرى فين يعاونونا فيها حنا مستعدين وهذا هو سنا منا مباراه ديك الساعه حتى كملنا واحد المباراه اولا مباراه ديال وزاره التربيه الوطنيه كانت جات من الرباط ولعبت معنا واحد المباراه هنايا في طنجه في مرشان بمناسبة ديال واحد المشي ديال المخيمات كان الصيف مخيمات دراسيه وجاو عملوا واحد المباراه هنايا عملنا معاهم مباراه كان ديك ساعتك ارسلان تما هو في الوزاره التربيه الوطنيه المقابله اخر في رمضان اللي عملنا واحد المقابله حبيه عاود التهيئ في اخر السنه عملنا واحد المقابله توديع اخر السنه واحد المقابله حبيه عملناها مع مجموعه ديال المحبين الرياضيين في طنجه كنا عاود عملناهم في السويني هادو هما المقابلات الاخيره اللي عملناهم في رمضان سيدي عبد السلام لما انت مارستي التعليم وسنوات واجيال تربيتي واللي ديالي قرا على يدك اليوم واش يمكن ان التعليم خصوصا التربيه البدنيه تقوم بشي دور انها باش اللي قال السي عبد العزيز دابا نرجعوا ديك الهيبه المنظومه الرياضيه من وجهه نظرك لان انت مدرسه في الحياه ومنكم كنتعلموا بما ان كاينين الاطر كاين اطر ديال التربيه كاين في الوزاره علاش ما تكون كاين الاطر وكاين التلاميذ عاود جميع المستويات التنسيق مع صغر الامكانيات وصغر الروح الرياضيه اللي يقدر يعاونوا هاد غير يكونوا هاد الاطور يكونوا عندهم الشجاعه فاش يقوموا بهذا العمل هذا بحال عملنا حنا يقبل لا هذا لا يمكن ان كاين بعض الاطور اللي عم تين نتائج ولكن حنا كنبغيو هادشي يكون على عمومي على الصعيد الوطن تكون هاد الصوره اللي كانت عندكم نتوما لان كنعرفوا حنا صغار الرياضه كانت هي اللي كتنقدنا باش كندخلوا لهنا شي خصها تكون فعلا خصها تكون الوزاره اللي خصها تكون بهذا العمل هكذا اما بالنسبه مثلا اليوم اوتور يمكن عملوا خا يكون عملوا خصو فين واحد الشاح باش يجبروا الصعوبه بحال وقع لنا حنا وصلنا حنا دابا فريق ديال رجال التعليم كاين فيه اوتور وفيه كلشي كان يكون فريق هو الاولاني لان كاين طلبه كيقراو كاين التلاميذ كاين قاعده كبيره اللي تختار وتعمل غادي خاص يكون امكانيات غادي نخليك تما ومن بعد غنجي ونشوفوا هذا الفريق علاش مقرض ولم يستمر هو الأندية اخرى سي عبد العزيز ذكرتي لنا واحد المجموعه ديال الاسماء قلتي السي مصطفى خط الله يطول في العمر المرحوم مجيدو والشريف العروسي واحد مجموعه فخاني العربي الله يرحمه مسكين بداوي واحد مجموعه ديال الاسماء وغنزيدك انا الاسماء اخرى نزيد المرحوم محمد
المدينه اللي كان محمد محمد ودريسو الله يرحمه العرض بورتيرو وزيد عليهم جمال اقل علم مرحوم هادو اسماء هادو واقيلا لطفي دابا كيسمعهم وكيفهم لان كيمشيو يجيو بمطعو هاد الاسماء واحد فيهم فرقه واحد فيهم فرقه كيفاش اول كنتي كتستقطب هاد النجوم وكيفاش انك كتعامل معاهم لان شوف اللي غيتعامل مع هادو انا خصو يكون شي جيب مورينيو جيب غارديولا واحد كاين اللي كيجيب وحده سبحان الله العظيم كيف الله العظيم كاين اللي كيجيب وحده كيشوف الدراري كيلعبوا وكل شيء مأدب كل شيء مزيان كل شيء كيقرا كل شيء هذيك كيقول هاد الفرقه هي اللي غادي نمشي نلعب معاها وكاين اللي كيجيبوه والديه يجيبوا بابا كيجي كيقول لك فلان الله يرحم والديك خليه معك انا عندي بني فلان فلان كذا شي خايف الا ما تدخلوا مع الدراري كنقول له جيبوا الا كان شرج بشي حاجه حنا مساعد به الا ما كان برجلو والو ما عندي ما نقول لك واحد العدد العدد وصل النبي هاد الاسماء اللي لعبوا كاملين كانوا الدراري اللي قرا اذا واحد استثناءات اللي بسيطه ولكن عموما كاملين كانوا صلع في السلوك ديالهم معروفين وانا كتعرفني كنسمي ديك الفرقه فقط المثقفين انا كنت كنقرا انا ما كنتش جالس ولا بالحوم ولا هادشي انا كنت كنقرا وصلت للسيزيام اني فهمتي السيزيام اني خرجت بحال من المدرسه قوز السيزيام اني كنت ماشي سيزيام سانكيام اني كان باقي لي عام قوز بكالوريا بقى لي واحد المشكل في المدرسه وما بغيتش نرجع واخا جاو لعندي اساتذه من جولات محديده الاساسيين جاو عندك باش يرد جاو لعندي واحد الاستاذ مرابط مسكين جا عندي تان الدار والله العظيم جا عندي تان الدار قال لي تينا عندك نقد مزيانين وتينا مزيان وكقاري وكتحب يعني المستوى ديالك مزيان علاش ما ترجعش حتى دابا سي عبد العزيز ملي كنجي معاك المستوى ديالك يا فوق ما يطلق عليه بزاف لان باقي لان هذا هو ديك الانسان اللي كيتكون من القاعده الشعبيه وديال هادو كاملين كانوا كيقراو كانوا كيقراو وانا كنت كنهدك عليهم كنقول لهم شوفوا انا واحد الحاجه نطلب منكم هي الواحد الا عنده شي انتروغاسيون يعدلوا في الدار الا عنده شي عادي يجي يلعب ديالو يعد المسائل ديالو كامله في الدار ديالو عادي يجي يلعب انا ما يجي غدا دابا كيجي يقول لي كاين ابني هذا مشروع دراسه ورياضه شعبي صافي اللي كاين اللي كيغنيو به اليوم صافي انا ما غدا ما خصنيش يجي عندك انا كنت كامبو شريف ولا كنت بالحومه ولا كنت ويجي باباك عندي يقول لي كاين ابني لي بني ولا بني كتدي لي يلعب كره ولا انا خصني النقط ديالك يشوفهم باباك يفرح باش ملي خليك تمشي تلعب كره يخليك على كاع تمشي تلعب كره ماشي تحت سماح في الدراسه ديالك وتجي تلعب معايا الكره من بعد تلقى انا هو اللي فلستك او انا هو اللي خرجتك من المدرسه او لا ما تجيش وفعلا كانوا كاملين ما كاينش شي واحد اللي كيجي وجملتهم الدراري كاملين كاملين دابا تينا كتشوفهم بينهم الحمد لله مشاو ديالهم بين وسط الحمد لله ما خيبناش شي دار ربي وانا بيدي دابا عاوتاني الحمد لله ما خدمت شي خير الحمد لله انا عندي وليداتي الله يصلح الله يعين وعندك الحفايد دابا سي علي الحفايد دابا الحفايد ربي يخليهم لك ويخلي ويفرحك بهم ان شاء الله واللي نتمناه لك دائما طول العمر مازال كنا كنبغيوها راسنا كنبغيوها حتى وباقي نزيد معك باقي نزيد معك فوتبول صاله وغنزيد معك واحد السؤال واحد شاف لك شافني نزلت الاعلان بانكم مع سعد عزيزه قال لي خصك تسولو علاش كان كي في المصلى هو باباها وملي كيخرج من المصلى كيخسر سنا غادي يقول له غتقول له ديك الساعه تيدا غتجاوب عليه سيدي عبد السلام كيفاش جاتني ديك الفرق وعلاش جات ديال المعلمين كيفاش علاش كيفاش جات النهايه ديالو وعلاش جات الاسباب ديالها الاسباب ديالها هو غير المساعده لان مستحيل إذا ما يكون شي واحد إطار اللي خاص بالمالية باش يمكن يسير هذا الفريق لأن لا يمكن نقوم هنا لما كان الرجل اللي هو واحد ومفتش كان على الأقل كان مساعدة من طرف أطر ديال التعليم ولكن لما وقعت حادثة واحدة أثرت ما يمكنش لأن كل واحد كان لا هما هاد الفرق حتى اللي كان عندهم متابعين الشركات بحال البوسطة واخا خدموا الدراري في الاخر مشاو الموده وكذلك لان كان الشركات اللي كان البنك الشعبي لان حقيقه كنا ديك ساعتك لما جبنا ديك ساعتك الاسم ديال رجال التعامل بدينا كنقوموا سميتوا هذيك الساعه الجمعيه الرياضيه الثقافيه فقط وديك
كنا كنا مدينة كشاعات كنا كيفاش كنجبروا مداخل مائية كنجبروا عند إخوان اللي هما الرياضيين كيعرفوا سنية كرة قدم كيعاونونا هذا هو الأمر ما يمكنش أي واحد اللي ما كيعجبوش الرياضة كيطلب له كنطلبوا كنمشيو غير عند السيد اللي هو كيعرف سنية هو كرة قدم خلو كنمشيو عند هذاك اللي عارف لنا ما غادي يرداش أما اللي فيه شوية هذيك كنبعدوا منه تماما كلشي واحد اللي ما كيعرفش الرياضة باش يطلب له بأن مساعدة وتعطيه توصل هذا ما عرفكش كاين حزايا اخرى بال كاع عبد العزيز هذا فلهذا منا ما كاينش كنوضو كندورو كنعملو عندنا يوميا عندنا جمعه جمعه دائما كندورو الاصدقاء والاحباب هذه اللي هما رياضيين تيبني يساعدونا ولكن بزاف فلهذا قمنا اتفقنا بان بجامع العام اتفقنا بان ماشي نوقفو نوقفو هذا الفريق وقفنا النشاط ديالنا في 88 من بعد داز 88 الى 93 الفريق موقف 93 قلنا انا نستأنفو العمل هذاك الساعه ديك زاد محمد المتيوي هو رجل التعليم عملنا تحية لسيدي محمد محمد والله يشافيه والله يشافيه ودائما كنجددوا له التعازي في الوفاة ديال نسيبو والسهر ديالو والصادق كيسمنا سي محمد الامين خصاصي الله يجدد عليه رحمة في هذا النهار كذا اذا عمل البصمة ديالو سي محمد هو عملنا واحد المقابلة مع النائب واجتمعنا مع النائب عطينا شنو الجواب ديالو قال لك عملوا الوزير ديالو بحال اللي قال اخو بحال اما باش ندخل لكم شي حاجة ما يمكنش عملوا الوزير ديالكم اللي بغيتوا تشوفوا المساعد ديالكم قلنا لهم هذا الانتظار ديال الاعمال الاجتماعيه اللي كاينه ديال التعليم المساعده قال لك هو ما يتدخلش فيها مقتصديه مقتصد كنا ديك الساعه ديال الفارغ كلشي والمكتب وسردنا الرخصه للولايه بزعنا لكن وقفنا لا هو سي محمد متيوي لعب ادوار حتى في مدينه تطوان اسس فريق ما اعتقد الطلبه ولا شي انديه ملي كان هو مدير تما في مرتيل اعتقد ومرتيل وانا حصل لي شرف انني ملي كنت في 93 ملي تاسست النيابه ديال بني مكاده كان هو كاتب العام ديك الساعه كان باقي القائد كاتب العام ولكن كان هو كلشي كانت النائبه هي باديه بريوله وعملوا واحد اقلاع رياضي في المنطقه عن طريق الرياضه المدرسيه وان كان دابا هو معروف كذلك الرئيس ديال كان في العصبه وكان لان اسر الرياضي والاسره الرياضيه ناس محمد وامثاله كرهنا شي تواصلنا نجيبوه في حلقه ان شاء الله كان مزيان كان زعما الناس يقوم يجدد هذا الباريك ولكن قلنا ما يمكنناش راه كاين صعوبه لان باش نعملوا مع غير رجال التعليم هذا الفريق خصو يكون فريق ممتاز ولكن باش يمكننا نحكموا على هذه الشهاده ما يمكنناش وديك الملاعبيه ديك الساعات واش كانوا كل واحد فيه مشي واحد مشى كل واحد دوا الفرق اعتقد حد هذيك الساعه كان التصاصي مشى تحت سلفتو كان باقي ل 40 عبد السلام كون عطيتو ل 40 عبد السلام لان عاوننا بعداني هذاك الساعه عبد السلام كان كيعاون شويه كان صراحه هذاك كان كيعاوننا وهذاك عبد اللطيف حدادي على ديك عبد اللطيف واحد من الدراري اللي ما لا من المعلمين من الدراري اللي ما ما ابتسمتلوش الكرة لأنه هو في رجلو كان في رجلو مزيان ولكن ما تبعتي وكان ما تبعتي لا أنا كأعتقد كيفاش كيخدم الكرة وديك في رجلو يحديها ويجيبها لأن ولكن كاين عناصر أخرى كانت مزيانة كانت ولكن كل واحد فين مشى بقات أغلبية الفارغ اللي كان عندنا كانوا بداتو الوداد عبد الحميد النعيمي شكون يعيطوا له عبد الحميد النعيمي نعيمي عبد الحميد سي عبد الحميد اداه وعاود خدام ديك السيد شوف دابا هل هدف هو هذا ان ملي كنجلسوا بحال هيدا كنعملوا شويه ديال كنجبدوا شويه ديال الناس اللي خدموا الكره اذا بدينا الحلقه من دابا شحال من اسم حنا وصلنا اليوم سي عبد الحميد لا داز معايا واحد النهار داز النهار هنا في واحد التكريم عملاتو له فقال ديال اتحاد طنجة بالي وكانت مبادرة مزيونة من ديك الجمعية في وإن كان سي عبد الحميد كيحتاج مازال سي عبد الحميد
ما كاينش دابا واحد شي واحد بحال لا بحاله ما كاينش دابا انا انا الفرقه ديالي اللي كانت عندي اللي لعبوا في النهضه و النهضه الصغيره كان يداو هو كنقول لك يعمل لك بداوي وبخلتو كنلعبوا كامله نعم باقي على النهضه الصغيره كان مع تا افقر ديك الساعه كان محمد افقر رئيس ديال رئيس ديال مقاطعه المدينه وانا اسمح لي اسمح لي انا كانت عندنا اخر فريق اللي دانا هو فريق كان عندي في بلاصه طورو كان مجموعه مهمه كان اسسها سلام وكان اسسها واش واش كوكب لا خلي وهي هذيك هذيك اللي كان كوكب بلاصه طورو كانوا كابين عندي اول كانوا كيلعبوا كي باسيون بارسيلونا عزيبو عزيبو ذكرتيني بعزيبو هذوك بما ان كيمشي كيف كانوا داو كامل هو ديك العناصر كانوا داو وهذا هو لاننا نعرفوا الحقيقه بعدا والناس سي عبد العزيز ودابا قبلتي السؤال واحد صيفط لي واحد واحد الميساج قال لي قلت له انا كنعرف سي عبد العزيز ما يخسرش مع اكثر من جوج بارديدوس يرد لك الصرف دغيا اش غترد على هذا سي عبد العزيز وان كان انا بلايا كنعرف شويه ديال بلايا اذا لعبتي مع امراح ودريت القصبة دريت امراح دريت دبارود دريت القصبة فهمتي ما تقدرش تلعب معاهم لان كانوا كيدربوا كيلعبوا كانوا كيدربوا تما وهادي مع ذلك كنا كنلعبوا ما كنخسروش شي رياضات او شي حاجه دائما كنقولوا راس عالي ند 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 راس عالي ولا لعبنا شي كامبيونات تما ما كنبقاوش الا اخرانيين او ثالثين او دائما كنبقاو كنلعبوا على الشامبيونه فهمتي واحد العام لعبنا واحد فينال تما مع امراح خسرنا بواحد زيرو امراح وقيل كما ديك الساعه باقي معها الله يرحمه مسكين العربي مجاتي العربي الله العربي مجاتي الله يرحمه مسكين خسرنا معاهم واحد زيرو ماشي شي حاجه دابا 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 المدينه كامله مجاتي شي نعمه في الكره تما ما عمرنا شفنا شي حاجه شي واحد شي التفاته رسميه اسماء وهذاك هذاك تيتشا مسكين كنا كنعيطوا لوسيميو عرفتو سي او كاين يا خو سي تشكوري تشوكولاتي الله يرحمه مسكين تشوكولاتي مسكين ومديوني مديوني وسيت يا خو كنا لا بريكيتو كنا كنقولوا سيت السميه ديالو من الاسماء بحال هكا للاسف لان الدراري كنا كنلعبوا براي حق الله هو هذا الدراري براي ولكن امراح كان عنده فرق امراح واخا حتى امراح دار بارود ولا قبطان سبا حتى العقبه بلايا حتى العقبه بلايا كان عندهم فرقه كان عندهم فرقه مليانه الاغلبيه غير تبقى ولكن كيلعبوا غير بلايا ولكن هذوك ملي كنجيبوهم كامبو تشري كان اربعه اربعه فوق وشي المشكل زعما زعما كيقول لك كان كانت ديك الهضره كنقولوا الدراري بلايا ما كيعرفوش ياخذوا الصبار لا ما كيعرفوش من بعد مستملحات والسلام كامبو تشري كامبو ضيق صغير 11 مع 11 كتجيهم واعره واعره بلايا جري بلايا جري حنا كنا الرمله كنا كنلعبوا مع الدراري القصبه كيجي من عندنا يلعبوا معنا كامبو تشريف كيقولوا لنا شوف كنشرط عليكم واحد الشرط تسعود تسعود مع تسعود تسعود مع 11 مع 11 لا ومنهم خي احمد كازا خي احمد كازا كيلعب بالحفا يقول لك انا ما نلعبش 11 مع 11 تسعود مع تسعود 11 بالحفا في كامبو تشريف اه كيلعب ماشي الصبات بالحفا كيلعب كامبو تشري بالحفا انا موالف بلايا موالف بلايا بلايا انا قلت لك دريد وعندهم واحد كان عندهم واحد الطريقه بورتيريات الشبكه الشبكات في الخيط في الخيط كتشوط بورتيرو كيتعلق يجبد الخيط اه كت لا كتكون كتشوف واحد كيعمل لك كيجبد الخيط هذيك هي داخله ولكن ملي كتجي كيعمل الخيط ما كنتي كتدخل عاليه تما بلايا ما كتدخلش عاليه دابا ملي قلت لك انا حنا خسرنا واحد زيرو حشينا براسنا بورتيرو ديالنا ساكر ساكي لي ساكر ضربه في الطرد ديفينسا قدامه ما دخلت له وهي بلايا اللي كيقولوا اقوى فريق داز في الطرد بلايا واحد كالافاليس كان في الثلاثينات في الاربعينات في العقبه بلايا وكان عندهم واحد الشعار فيها الجمجمه كالامور طراز ديالها كما ياك وقيل انتم تذكروها اكثر مني هذه ولكن كان وهادو هما اللي كان معاهم ديك نسيت واحد السميه واحد الاسباني كان معاهم وهاد واحد مجموعه الانديه وهذه هي النوستالجيا هي غنيه كره 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 القدم ديال سيدي عبد السلام اخي اذا عملت لنا شي مقارنه وكنعرفك دقيق في الملاحظه سيدي عبد السلام بين اللي امس واليوم هاد الرياضه كره القدم ديالنا بين امس واليوم واش نقول لك وركز لي على القيم
البقيه مشات واقيلا مقارنه مقارنه خيال سنسوق بعيده لان مقابله الكره كره القدم قديمه ديال ماشي هي دابا عصريه قبل كانت اعياد ديال الكره ولكن دابا كاين نظام كاين مدربين في المستوى وكاين عاود لاعبين عاود في المستوى وقبل كانت الكره عاود تشكيل ياك اسامي عزيز كانت الكره تشكيل انت لان كاين الملاعب اللي كانوا بحال دابا انت الملاعب ماشي مشاو بحال دابا كتلعب في الملعب اللي هو باقي في التراب وباقي في سيدي عبد السلام وتدخلت معك الجانب الشخصي دابا العائلي اييه وخيرتك بين السينيزار والسيلوتي شكون اللي كويري فيه كويري او لا ساعد سيبو هو لطفي لطفي هو كويري وبغاو الديوالي يا شمال كان عنده الديوالي كتعرف مرحبا بك سي لطفي معنا اليوم هنايا لطفي بغاو الديوالي سكون تحت طنجه كان سكون خمسي محمد وتحية سي محمد الخمسي هو معانا ديما في برنامج مسكينة وتحلي جالس معايا عاد غتجيو لينا هادي باش نحييو فهمتي تن عندي خليها سي عبد هو لطفي اللي كيشوفو كيقول لك كواير كاع ديال 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 المغرب شمامي محمد بن مسعود الله يرحمه بن مسعود توفى مسكين شوف هذا الشيء شي سنوات هو محمد الصميم زين عندي كل لي ودي خصك تخلي لنا لطفي يلعب معنا باش نقول لك هذا ماشي يلعب معكم ماشي يجيب المدرسه قبوله عند واحد الشماله ساعه لا تخفي شوف ما نقدرش نقول لك لان دابا كيقرا وعنده مستقبل ديالو في الدراسه وكرة خصها الواجب ديالها هذا هو اللي اذا كنتي مشيت تلعب بلعبي تبع الكره اذا مستعمل الدراسه تمشي الدراسه هذا هو ما هو كان في رجلو لا كان في كان كان يمشي لاوروبا ينقول له تي المهم شوف هو دابا الى كان دابا 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 في الوقت دابا شوف دابا هما هما في الكوره كيلعب معكم دابا ديما غريب دابا هما في الكوره غادي يوقع اختلاف بيناتهم ولكن في الرضا ديالك الحمد لله كاملين مرضيين اسمع عبد السلام لطفي هذه هي نقول شوف قلتي لي الخمسي سي محمد اصباخ الخمسي الله يا ودي صديق ديالك شوف كان معايا في الناصر كان معاك في الناصر الله يا ودي لعب معاك لا ما لعبش معايا عمر ما لعب كان مسير هو دائما في هذيك الكاريزماتيه ديال المسير كان معايا في الناصر في الناصر كان معايا بحال نقول مسير صديق الدراسة صديق الدراسة وعاد كان معايا في الناصر هو إذا تلقيتي عاود لك طرائف وهو عاودنا شي طرائف مرخا هنا ولكن فاتتنا هذه خصنا نعاودو معاه ونجيبو عاود إيوا خصني عاود لك الطرائف صلى على النبي عليه وتا هو ذاك راس محمد وعتا تا هو الكرة تا هو ما خداش يعني ما خداش حقه في الكرة تا هو ولكن اللي كنلاحظ أنا دابا بحال قال لك سي عبد السلام الفرق بين ديك الوقت ودابا دابا الامكانيات كامله متوفره كل شيء الحوايج الموهبه والو ها الموهبه الحوايج الصبابط الملاعب كل شيء دابا انا قلت كنا قلت حدا ديك الكامبو الدرادب بقيت واقف كنشوف التعلم عشابه ايه عشابه عباد الله دابا هاد الكامبو هذا شو كيفاش نوا وما كاينش ملعبيه ما كاينش ملعبيه حنا كنا كنلعبوا بالحفره مدردبه مش حد ملعبيه خرجوا من تما وهنايا الحفرة تم طحيبة شنو بالربيع وكامبو بخيار وما عندي ما نقول لك هو هذه الملعبية ما كاينينش هذه المدينة كتجيب ملعبية معنا برا ما كاين هذا الشيء فيه شي خلل شي خلل كاين كاين خلل ماشي خلل كبير كاين خصو يتعالج خصو يتعالج خصو يتعالج وهذا دائما كنقولوها لأن كيخص واحد اللجنة تقنية تكون هنايا ماشي يعني خلينا نرجعوا تقنيه مستقله مستقله وتخرج الاحياء وتشوف شنو كاين تمشي لهاد الملاعب القور يمشيو لهاد الملاعب القور ويتفرجوا ويشوفوا اللعابه اللي تما وكذا شي والله العظيم اللي يقوزوا غير عام واحد في هذه الطريقه هذه والله تيجي شي مره سي عبد العزيز كنمشيو نتفرجوا قسم ممتاز هو التروازيام دابا وكاين ياخذ التروازيام شي مره كنشوفوا شي مباريات
ما كنشوفهمش في الفرقه ديال القسم. لا الاخوه كيكونوا كيصوروا كنشوف غير كنشوفوا السيمانه اللي فاتت شفت مباراه برشيفه جوج الاحياء جوج فريق الثانيه برشيفه مع فريق كيلعبوا في التروازيام لان عاد كاين دابا الممتاز الكره كاينه الكره ولكن بالامكانيه لان كنقول يمكن ماشي اللي كيقول ما كاينش المواهب في طنجه هذاك خصو يبدل المناظر ولا يبدل الشوفه اولا عنده شي اهداف اخرى لان المواهب كاينه وكوريه كامله ولكن خصنا الناس اللي بحالكم اللي كانت فيهم الغيره هو اللي وقفت ديك الجهه الدرادب والله العظيم شي دري صغارين كيلعبوا كوره واحد العايل دخل ميسي ماشي ملاعبي عايل صغير وكوره برجلو كيديها بحال الا كيحكمها قلت دابا هذا العايل صغير فين هو شكون غادي يستقل هذيك المواهب شكون غادي يجبروه ويديه ويستقلوا هذه علاش هذا الشيء علاش ماشي نجيبوا حنايا واحد اخر ماشي ضد اي واحد تجي شي حد عنده قيمه مضافه اللي غادي يجي اللي ما عندناش يجيبوه اللي ما عندناش ماشي حنايا غادي نجيبوا لا ونعمل محاوله عاد نجيب فين نفتح عيني باش غنجيب لا والو نوض الصباح انا خصني نلعب لا نعمل واحد المحاوله ونجيب ولكن دابا الاطر موجوده الاطر اللي كانت معنا يقول لك الاطر موجوده كاين كاين اوطر شوف كاين العقليه اللي خاصها تتغير العقليه في المنظومه خاصها تتغير هذا الشهيه محلوله عندنا على حنا ماشي ضد العنصر الاجنبي لان حنا انتم عايشوا في الكره في الاوج ديال كره القدم طنجه كان دائما عندنا تحت العام ديال التسعود ديال 87 ثلاثه بياسات العام اللي كان دريجومات في النهضه كانوا تسعود ولا 10 ملاعبيه اللعابه طنجاوه واحد او جوج كان عبد الرحمن والدفاع وفرحات صافي هادو ملاعبيه الا جبتيهم بعدا عندهم مستوى كبير كيعطيك قيمه مضافه ما تينا ماشي ملاعبي عندك احسن منه لا عندك ملاعبي وعندك في الباندا كتجيب هذا الاشكاليه حتى ملاعبي وملاعبي في الباندا حتى هو عاود مجنون سي عبد العزيز باش نخدم معك ان شاء الله غادي تقول لي فوتبول صاله كيف جاتك من ديك الدوري فوتبول صاله كنت ديك الساعه واحد النهار كنت جالس في قهوه السماره هي كان كيعطلوا فقط السماره سميناها سمار سمار جا عندي واحد الولد مسكين راهو في فرنسا دابا قال لي غادي يعمل واحد الشامبيونات ديال فوتبول صاله في 82 وقيله 82 غادي يعمل واحد الشامبيونات فوتبول صاله في حاشن هنا دابا علاش ما نجمعش شي مجموعه ديال اللعابه ونخرطوا معاهم جمعتي ماشي ملاعب جمعتي منتخب عبد العزيز قلت له واخا مشينا حضرنا معاهم كان ديك اندريس اندريس كاين ديك باكو كاين واحد الولد من حاشن هنا خصافات سي ام وقيل مراكش محمد مصطفى مصطفى اللي وباقي عايش في الكوره إيه باقي دابا شاب راح في 500 سالم والهلال اللي كانت عنده مشات نبني مكاده الهلال اللي ان المراكشي محمد خالد الله يرحمه لعب مع الدراري المعلمين محمد قصيوه كيلعب تسعود لعب كانوا شي دراري من مرشال المهم واحد 8 الفرقات كانوا وكنا كنجتمعوا ديك المكتب ديال اندريس اللي فوق اللي بغرت ماكدونالد دابا تما بغار ماكدونالد كانت في مدام بوت تما كنا كنجتمعوا تما في المكتب ديالو المهم عدلنا المسائل كامله وبدينا كنلعبوا الشامبيونه ملي بدينا كنلعبوا الشامبيونه هادو كانوا سابقيننا شويش حيت كانوا كيلعبوا بارتي مسوسوس كيلعبوا حنايا ما الاول ما دخلنا ديك اللعب ديال 5-5 جانا بشكل ما فهمناش ولكن من بعد تبدلت الحكمه جبت انا لاعبيه من الدراري اخرين من جملهم راشد تيلا جمال الله يرحمه مسكين محمد 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 وجمال محمد فوتبول صاله صلى على النبي عليه الله يرحمه مسكين محمد العظامه ماشي كي ملعب فوتبول صاله واقف الوقفه لكن بورد فوتبول صاله الله يرحمه مسكين الله يرحمهم بجوج الله جوج بهم ماتوا مساكين وكاملين صغارين جامع مسكين شحال هادي وكانت بطوله زعما اعتقد في فوتبول صاله تعطات الحجم ديال فوتبول تما دارت انا كنقول تما هاد البطوله هي اللي عطات ميلاد ديال فوتبول وانا باقي عقل صغير كداني دريس كيبارا دريس بدري كولومبيا وانا على اساس انني غادي يكون الحارس الثاني ولكن سي عبد العزيز الداهيه ديالو هذيك
دخلنا دخل نلعب وشويه شو كان الانسان واحد العام بقينا بكوبا در العرش فينال حنايا مع اندريس حنايا مع اندريس فينال اندريس كانوا عندي ملعبيه مزيانين عبد الله وهادي وغلبنا غلبنا شي 4-1 ولا 4-2 ولا هذيك كوبا در العرش باقا عندي في الدار باقي فيها باقي فيها مكتوب صافي خرجي صور غنجي صور شي نهار وسالم ها هي كوب دي ترون التاريخ الاولى ديال فوتبول صالح باش يعرفوها الناس الاولى فوتبول صالح هي بعد الكاس الاولى هي عند سي عبد العزيز غادي نجيبوها ونصورها عثمان هذه ان شاء الله يعني ان هذه كتعتبر وثيقه كاس احتوانا فين احتوانا بمناسبه عيد العرش لعبنا فينا كاس العرش ذاك النهار هذاك 3 مارس وقالوا لنا خصكم تطلعوا نقصر المرشان باش تسمعوا الخطبه ديال سيدنا حسن الله ديك الساعه العميد اللي كان ديك الساعه كان كيسي كيسي هو اللي غادي يستلم لكم الكاس ديالكم واش يقول لك السيد عبد العزيز تاريخ رياضيه تحرك هذا الله يجزيك سيدي عبد السلام الوقت هو هذا بغاك تي وقت تختم واذا كان شي كلمه بغيتي تقول لنا ولا شي سؤال نسيناه تفضل سيدي عبد السلام انت اولا كنشكرك العفو 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 على هذه الاستضافه حقيقه يعني حينا فيك شويه الماضي لان هذه مده انا ما قمت بهذا العمل بحال هذا صراحه يعني لان ملي كملت من الفريق تاع هو سي عبد العزيز كيعرف لما كان كتعبر انت قاعد سي عبد العزيز كنت كنجيبو معايا وكيهود معنا في التدريب ولا في المقابلات كيحضر صراحه يعني وكيحضر حتى في الفيستير داخل لما كتكون المقابله مع المدرب حقيقيات مع سالم اذا سي عبد العزيز راه رياضي وكنعرفو وتينا عاودت تينا لان حقيقه اللي قمتي بهذا العمل هذا الله يجزيك بخير لا العفو سي الله يوفقك صراحه يعني اذا استمرتي بهذا العمل هذا ان شاء الله يا ربي ماشي تنجح اكثر كنقولوا حنا النيه ديالنا اننا نكملوا اللي كيبغيوك لان كيبغيوك لانك تينا رياضي وكتعرف اللي هي الرياضه وهذا كنبغيو والله بالنسبه لنا شهاده كنعتزوا بها سيدي عبد السلام وكنطلب الله في هذا رمضان هو يهز علينا هذا الوباء اللهم امين باش يمكننا نجتمعوا ويمكننا نتفرجوا في المقابلات واذا كان على سله نقدروا نهيئوا شي حاجه اخرى على سله وهذا قول سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سيدي عبد العزيز بنيتا كنا هضرنا مره اخرى في ديك الذاكره الرياضيه ديال كامبو تشريف اليوم ها حمزه وها عثمان غيعدلوا لك واحد الفيديو وغادي يصيفطوه لك غنجيبو غنتهزو غنصيفطوه لك ليان ديالو وغتخليه لنا الحفايد وكل شيء لان واحد النهار قالت لي انا بقى فيا با حياته كامله ضد الرياضه وتا شي حد ما كان قبل ما نعملوا لك ديك التكريم بنيته ديالو مزوجه عندها جوج دولي قالت لي حياته كامله كيهضر معايا على الكره ولكن اليوم حتى بكينا كاملين بينا ديك النهار كانت تاثرت فينا اليوم غنعملوا لك فيديو سيدي عبد العزيز وغتخلي يقول لهم ها هو الحفايد ها جدكم ختم سيدي عبد العزيز سيدي رشيد يعني بلا مبالغه بلا بلاني فاخر لا شوما مشي انا كتعرفني وحنا كنا فوق فوق راسنا الله اللي حشمنا نهار ديالك نقول لهم رشيد هو الوحيد اللي باقي هنايا في طنجه لا وباقي بعض اخوانا خينا عاود ما محمد الصمادي الدراري اللي طنجه فهمتي اللي كيدافعوا على هذه المدينه وكيخصهم تكون هذه المدينه يعني ترجع للمستوى ديالها اللي كان بالاول والله يجازيكم بخير يا سعد الله يوفقك والله الله يعاونك الايام اللي ما جارتنا ان شاء الله باقي غادي تجي حتى حنا دابا 61 سيدي عبد العزيز باقي واحد باقي نلعبوا ياك باقي تلعب باقي تنشوف عاد اليوم وكان الله يجازيكم بخير كنت سعيد حصل لي الشرف انني استضفت هاد جوج القامات وكاين قامات اخرى الموعد المقبل ان شاء الله غادي يكون حول ملعب دلواد المباريات ديالو الانديه ديالو الاسماء اللي دازت ديالو وغيكونوا معايا جوج شخصيات غنخليهم مفاجاه نهار يوم الاربعاء نعملوا لهم الاعلان الى ذلك الحين تقبل الله صيامكم وطاعتكم ورمضان مبارك سعيد والله يرفع لنا الوباء شكرا.